اليوم ودي أتكلم لكم عن أجمل الصور اللي مرت علي بحياتي، واللي أعتقد ما في أي سعودي أو خليجي ما يعرف الصورة هذه، واللي هي الاثنين مسلحين قاعدين على الطراد SS كوينسي. طبعاً الصورة هذه واللي تابعة لأرشيف البحرية الأمريكية ضمن صور ثانية، وأهمها لقاء جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مع الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت. والصورة هذه ملتقطة في 14 فبراير سنة 1945. أنا ليش أشوف الصورة هذه جميلة؟ خلينا ناخذ خطوة إلى الخلف، يعني ما بغانا نبعد كثير، بس خلينا ناخذ خطوة للخلف ونتأمل في الصورة شوي. يعني كفاية أنه الاثنين قاعدين بكل ثقة وبلبسهم التقليدي الأكثر من خلاب، فأنا ودي أتكلم لكم عن اللبس من رأسهم لرجولهم، الله يكرمكم، مع أنه يعني ما نشوف رجولهم، بس ودي أنا أتكلم لكم عن المظهر للرجلين، للرجال هذولا. طبعا أنا ما عرفت لكم عليهم، خليني أعرفكم عليهم بالأول قبل أن أدخل في لبسهم خزيا. بس اللي على اليمين اسمه محمد النعيمة، واللي على اليسار اسمه عبد العزيز بن شلهوب الله يرحمهم اثنيناتهم. طبعا حنا مرة محظوظين ان نعرف اساميهم، لان عادة الصور القديمة تضيع الاسامي، فصدق الحمد لله هذول الاثنين نعرف اساميهم. ومعلومة زيادة، اللي على اليمين محمد النعيمة يصير ابن لصالح النعيمة اللي هو لاعب كرة القدم المشهور لمنتخب السعودي وطبعا نادي الهلال. فنرجع لنقطة لبسهم، اول شيء نبدأ براسهم اللي هو اللي كل القطعة اللي كلنا نعرفها اللي هي الشال اللي ملفوف حول رأسهم. طبعا هذه القطعة ما تلبس إلا بالشتاء، وزي ما قلت لكم بالتاريخ الصورة الملتقطة واضح فبراير بعز البرد متجمدين على سفينة، فلازم يلف شيء حول رأسه. طبعا الشال ما في أدفى منه. أنا